خليني أسألك، شو الرسالة اللي عاوز توصلها من خلال هذا الموضوع؟ الناس بتهاجم، شو هو الرد وإيه الرسالة اللي عاوز توصلها؟ الرسالة بتاعتي هو إن الكتاب المقدس كتاب مفتوح، كتاب لا يخشى من النقد. قالوا سبيرجن دافع عن الكتاب المقدس، قال هل أجيب قط يدافع عن أسد؟ اطلق الأسد من عريني وانظر كيف سيفعل. الكتاب المقدس كالذهب، كلما وضعته في النيران كلما اكتشفت غلاوة معدن الكتاب المقدس. الشيء الآخر الذي عايز أقوله إن هناك من لن يستفيدوا من الكتاب المقدس. يحدثنا الكتاب في متى 13 عن أنه بضرر الكلمة تسقط في تربة حجرية، في غرور، في غنى، في تربة صخرية، في الشرير، في الموضوع على الطريق. هناك إذن إن كنت محاط بتجارب كثيرة أطلب من الرب يا رب ساعدني من فضلك لكي أستفيد من الكتاب المقدس. يقول الرسول بولس لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. الكتاب المقدس هو قوة الله للخلاص. الكتاب المقدس مش بيحتوي على قوة الله، الكتاب المقدس هو قوة الله. لذلك افتح قلبك لنعمة وعطية الإيمان حتى يغير الرب يسوع حياتك بالفعل. يقول الكتاب في يعقوب 1:21 لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبل بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. اقبل كلمة الإنجيل وارفع قلبك للرب، قل يا رب أنا أريد في هذه الفرصة أن كلمة الإنجيل تغير حياتي، ساعدني لكي أقرأ الكلمة، ساعدني لكي أتأمل في الكلمة، ساعدني لكي أدرس الكلمة، ساعدني لكي أحفظ الكلمة، ساعدني لكي أطبق الكلمة. يا رب ساعدني من فضلك لكي أقبل يسوع المسيح المعلن في إنجيل يسوع المسيح. أمين. الله يريد أن يتكلم إليك، فافتح قلبك لنعمة الإيمان بكلمة الله، بالكلمة المكتوبة والكلمة المتجسدة. أسيس رضا، لنا لقاء آخر عشان نعطي الموضوع حقه، لكن لا توجد كلمات أعبر فيها عن امتنان وشكر العميق لشخصك المبارك وعلى وقوفك في هذا الموضوع. ربنا يباركك ويبارك خدمتك، مع أنه أنت مليان بالمواهب ولكن اخترت في هذه الأيام أنك فعلا تركز. يعني هذه الأيام هو الدفاع عن كلمة الله، لكن تعبرت عنها كما قال سبيرجن، دع الأسد يدافع عن نفسه. أنا بشجعك أنك تقرأ الكتاب المقدس ولا بد أن تتغير حياتك. شكرا كثير لاستماعكم، الرب يبارككم وإلى اللقاء.